نور، مساحتنا الثانية حتكون بعالم الكمبيوتر والبرمجيات. تعرف البرمجيات أو البرامج على أنها مجموعة من الأوامر والتعليمات التي ترشد جهاز الكمبيوتر إلى كيفية القيام بعمله. كما يمكن تعريف البرمجيات على أنها سلسلة من التعليمات المكتوبة بطريقة معينة لإيجاد حل ما لاستخدام جهاز الكمبيوتر. اليوم نحكي عن دعم الشباب بمجال تطوير البرمجيات، ورح يحكي لنا الدكتور المهندس طارق الصاتي، أخصائي معلوماتية، عن التفاصيل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. فينا نقول يمكن أخذ مساحة كتير كبيرة من فكر وعالم الشباب اليوم البرمجيات. خلينا نحكي عن مفهوم البرمجيات وواقع هي الصناعة اليوم في سوريا. هلا بالبدايه طبعا صناعه البرمجيات اذا بدنا نعرفها انه هي انتاج البرامج الحاسوبيه، يعني البرامج الحاسوبيه، وقت بنحكي عن البرامج الحاسوبيه مو بس البي سي، ممكن نحكي على الموبايل، على الالات الذكيه، فيعني بتدخل صناعه البرمجيات بمجالات كثيره، حتى بالطب بمجالات كثيره بتدخل صناعه البرمجيات. هلا نحن اذا شوي حكينا عن صناعه البرمجيات واهميتها، صناعه البرمجيات يعني خلينا نقول بعصر المعلوماتيه صارت رقم واحد كدخل للدول، دول اوروبا، دول امريكا تعتبر من الدول المتصدره بصناعه البرمجيات. هلا نحن اذا حكينا اليوم نحن بسوريا وين بصناعه البرمجيات؟ طبعا وقت نحكي عن صناعه البرمجيات، صناعه البرمجيات بلشت بسبعينيات القرن الماضي وتطورت وازدهرت للتسعينيات. نحن بسوريا دخلت متأخر شوي عن باقي الدول، وكان دور الجمعية العلمية السورية المعلوماتية كتير كبير بنشر ثقافة المعلوماتية وصناعة البرمجيات. كان في تطور حلو بمجال صناعة البرمجيات، يعني وصلنا بال 2013 في شركات حققت، في نحن عندنا شيء اسمه كابابيليتي ماتشوريتي موديل الانتجريشن، او هو مثل الايزو بجودة البرمجيات، وكان في تطور كبير بسبب الحرب، يعني خف الطلب على البرمجيات، خاصة لأنه القطاع الحكومي هو القطاع الأكبر بطلب البرمجيات. هلا اليوم نحن بالبلد صار في تطور حلو، انه اليوم الطلب على صناعه البرمجيات بسوريا من خارج البلد صار طلب كبير. السبب انه كلفه الاجور، يعني الاجور خلينا نقول المبرمجين والشباب اللي بيشتغلوا بهذا المجال صارت يعني عالية جدا. خلينا نقول برا فينا نقول هلا هي عالية، يعني بس مثلا أقل إذا بس نحن أقل كسوريين أقل، وحتى صرنا ننافس مثلا دولة مثل صحيح. الهند بالأجور. هي فرصة كتير كبيرة لنا نحن كسوريين وكشباب سوري إنه نحسن نستغلها، بحيث إنه نحسن ننظم عملنا، ننظم فكرنا لنستقطب يعني الشركات الخارجية لحتى تصير تطور برمجيات داخل سوريا. وهذا الشيء فعليا بلش يصير، يعني اليوم نحن في شركات برا البلد، هي الشركات بتكون مكاتبها خارج سوريا، هي بنسميها الفرونت اند، وبيكون لها مكتب داخل سوريا. هذا المكتب بيوظف الشباب، بيوظف المبرمجين، بسبب مثل ما حكينا انخفاض الاجور مقارنه برا، علما انه يعني الاجور مقارنه لجوا البلد هي اجور كثير منيحه، يعني بتوصل لمبالغ كثير عاليه، وخاصه اذا اشخاص عندهم خبره. فهي فرصه لشبابنا، فرصة لإلنا لحتى نحسن نستغلها، ونحسن يعني يكون هذا الدخل الكبير من صناعة البرمجيات يكون مردوده لإلنا كسوريين. نعم. طب خبرنا، يعني عم نحكي عن تعريف البرمجيات، دور المبرمجين، اليوم عم نشوف حتى الأكاديميين بالجامعات اللي عم يستخدموا البحث العلمي، مشاريع كتير كبيرة اليوم وأغلبها من المعلوماتية، لأتمتت كتير من مداخل ومخارج الدولة اللي هي يعني صارت قديمة، الأوراق الخشبية والقصص. يعني اليوم دائما التوجه انه نحن نكون بلد مؤتمت بكل جوانبه. اليوم نحن دورنا كشباب مبرمجين بهذا القطاع كقطاع حكومي، لانه اكيد القطاع الخاص عم يبلش بهذا الشيء، كقطاع حكومي في عندكم يمكن خطه معينه؟ هل في تشبيك مع مؤسسه حكوميه لاتمتت بعض البرامج وتسهيل الامور على الناس حتى على الدوله بحد ذاتها؟ هلا يعني اول شيء نحن كصناعه برمجيات هي بتعتمد على الشباب بشكل اساسي، ولكن بدها استثمارات، واحيانا بتكون استثمارات كبيره. ف يعني اليوم التوجه الحكومي باتجاه الأتمتة
في توجه كتير كبير باتجاه الأتمتة. في بعض المؤسسات عملت أتمتة بس في بعضها عم يتعصب. المصارف كلها أتمتة، اليوم منشوف النافذة الوحدة صارت مأتمتة، البطاقة الذكية، في توجه للأتمتة، ولكن مو مثل مثلا خلينا نقول قبل 2011. صحيح. يعني هالاستثمارات اللي كانت تنحط مو مثل يعني مو مثل هلأ. هلأ بتخيل الجزء الأكبر من صناعة البرمجة عم يكون لخارج البلد، وأنا عندي شركة برمجيات ونشتغل لبرا البلد، في شغل كتير حلو، بس يعني هذا الشغل بيعتمد على الشباب، ونحن بنزعل يعني من إنه مثلاً اليوم عم نشوف شبابنا عم نخسرهم بالبلد، عم يسافروا برا البلد. ما في استثمار لهم بهي، في بدنا استثمارات، يعني هي الفكرة الأساسية، إنه نحن الاستثمار بهذا المجال هو كتير شيء أساسي لحتى نحسن نصنع برمجيات قادرة هالبرمجيات تنافس دول البرمجيات العالمية. هي نقطة كتير مهمة اليوم، يعني لما نقول مثلاً كثير من الشركات العالمية الخارجية عم تتواصل مع شباب سوري اليوم لا يعني فينا نقول لصناعة البرمجيات، مثل ما قلنا هي الصناعة تكتسح العالم، كيف فيني خلي أنا هاي الصناعة اليوم تساهم في دعم الاقتصاد؟ يعني بعتقد رح يكون إلى فعلا دور كتير كبير إذا تم استثمارها بطريقة صحيحة وفعلا دعمنا هدول الشباب. هلا هي الصناعة بتخلق فرص عمل كتير كبيرة. يعني اليوم نحن وقت منقول مثلا عنا 10,000 شاب سوري عم يشتغلوا عم يدخلوا مثلا قطع أجنبي للبلد، فهذا بحد ذاته ميزة، يعني إنجاز كتير كبير. هنعمل دورة إعادة الاقتصاد تمام، يعني إنه نحن اليوم الاقتصاد السوري فقط كتير ميزات فينا نرممها بالصناعة البرمجيات، فينا نرممها، بس لهون لقديش نحن قادرين ندعم الشباب لحتى فعلا أول شيء نحافظ عليهم بالبلد يضلوا معنا. فهي نقطة كتير مهمة إنه نحن نحافظ على الشباب، قديش فينا نعمل استثمارات، قديش فينا نعمل برمجيات. يعني اليوم في شركات برمجية عم تطور برمجيات وتبيعها، تبيعها لسوق الخليج، عم تبيعها لسوق الخارجية، وعم تكون على مستوى عالي، يعني وأحياناً عم تنافس منتجات أوروبية لنفترض. يعني أنا اشتغلت مع هنود، صدقيني الشاب السوري افضل من الشاب الهندي ومرغوب اكثر. ليش؟ لانه يعني الشاب السوري عنده ذكاء بالفطره، يعني فانه هي ميزه. هلا دول العالم، امريكا، اوروبا ما بحبوا يشتغلوا مع الهندي، بيشتغلوا بجوز مع السوري، لانه السوري فعلا عنده فكر نير، وهذا الشيء شفناه مثلا بمسابقات البرمجه. صحيح. انا كنت عضو باللجنه السوريه لمسابقات البرمجه، وطلعنا على مصر وحسنا ننافس الدول العربيه واخذنا المركز الاول على العرب بمجال البرمجه، يعني شباب كثير حلوين، حتى طلعنا على العالميه وحسنا نحصل مثلا المرتبه 20 على مستوى العالم، نافسنا جامعات عريقه مثل هارفارد، مثل جامعات كثيره. اليوم نحن بنمتلك صعبه، يعني مرينا فيها تماما، ضمن هالظروف الصعبه نحن حسنا نعمل اشياء كثير مهمه. اليوم في شباب كثير، انا طلابي وكانوا بيشتغلوا معي، وبعرف انه هن من قلب البلد بيشتغلوا مع شركات خارجيه وبيحسنوا يدخلوا مثلا قطع اجنبي، بيحسنوا يدعموا الاقتصاد السوري، وهذا بحد ذاته يعني نحن بنتمنى انه يعني كل مين بيحسن يدعم البلد، فنحن بنتمنى هالشيء. نعم، اكيد بكل مجال في صعوبات معوقات، يعني للشباب بيدرسوا دراسه كثير دقيقه، في منهم عندهم افكار ابداعيه كثيره مثل ما قلت، احيانا للاسف عم تطلع على برا. يمكن في مشاريع كثير لتطبيقات لحلول ايضا بسوريا، مثل ما قلنا يعني بدخول هذه البرمجيات بالصناعه ايضا. خبرنا اول شيء عن المعوقات اللي عم بتكون موجوده بعمل البرمجيات، او اذا كان لازم تعملوا برنامج أو تطبيق جديد لعمل صناعي أو اقتصادي بسوريا، في معوقات معينة لعمله؟ في شيء عم بيأثر عليه؟ الحقيقة يعني نحن خلينا نقول في معوقات لوجستية وفي معوقات تشريعية. المعوقات اللوجستية أنه مثلا اليوم شبكة الإنترنت، شبكة الكهرباء، يعني اليوم الشاب اللي عم يشتغل لبرا البلد قطعت الكهرباء مثلا فترات طويله ممكن يوقف شغله، فالانترنت اذا قطعت ممكن يوقف شغله، فيعني مثلا هي من المعوقات اللوجستيه. ممكن بعض الامور اللي لها علاقه
خلينا نقول التحويلات يعني التحويلات الماليه، وخاصه اذا كانوا عم يشتغلوا برا البلد، والعقوبات الاقتصاديه. يعني اليوم في كثير دول، يعني واحده من المشاريع اللي انطرحت علي كانت بماليزيا على اساس نحن نستلم تنفيذ المشروع، وقفنا انه بسبب العقوبات الامريكيه الظالمه يعني علينا، انه هن ما بيحسنوا يتعاملوا معنا كرمال ما تنفرض عليهم عقوبات. هلا في عقوبات خلينا نقول تشريعيه، يعني اليوم نحن اجوا مجموعه شباب بدهم ياسسوا شركه برمجه، طب نحن بدنا نرخص لهم لحتى يحسنوا يبلشوا يشتغلوا. هلا التراخيص، يعني مثلا بيروح انا بدي اروح اعمل سجل تجاري، طب يعني مثلا وزاره التجاره هي يفترض مو ضمن اختصاصها، بس انا بدي اعمل سجل تجاري، ف يعني مثلا هون التشريعات يفترض انه يكون مثلا خلينا نقول عمليه تنظيم الشركات تكون تابعه للجمعيه او تكون تابعه لوزاره الاتصالات، بحيث انه يعني الجهه اللي عم ترخص لك تحسن يعني تكون واعيه تماما شو هالصناعه البرمجيات. يعني احيانا بنتجه لوزاره الصناعه لحتى نروح نعمل صناعه برمجيات، طب اوكي هن بعد لسه ما كثير مسيطرين على هالامور. يعني انا بتمنى مثلا تكون ترخيص الشركات تابع للجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه او لوزاره الاتصالات، يكون في تشريعات واضحه، يكون في تسهيلات. يعني انا ممكن اليوم في شباب عم يشتغلوا ببيتهم، انا معي جهاز لابتوب، انا استثمرهم من خلال يعني اعمل شركه صغيره، كل واحد عم يشتغل بمكتب او ببيته مثلا لخارج البلد. لا نحن بدل ما يكون الموظفين عم يشتغلوا لخارج البلد، ليش ما نعمل شركه هي بتجيب مشاريع بزنس للبلد؟ تماما. طب مثلا ممكن في شروط معينه للشركات بمجالات التجاره، بس نحن اذا حكينا بمجال صناعه البرمجيات انا مالي مضطر اكثر ل خلينا نقول ممكن غرفتين مجموعه من الشباب عم يشتغلوا. طبعا نحن عم نحكي عن الشركات الصغيره، فهدول اذا نحن حسنا نعطيهم تسهيلات، حسنا نعطيهم مثلا خط انترنت مرخص. بما انك يعني حاولتوا تطرحوا هذا الموضوع، هلا هذا الموضوع انطرح، وكانت كيف كان التجاوب، كانت وزاره الاتصالات هي اللي راعيه الموضوع، انه نحن كيف فينا ننظم صناعه البرمجيات بسوريا. وكان في مؤتمر انعقد من فترة 6 شهور على ما أعتقد برعاية السيد وزير الاتصالات، وكان دعوا الشركات وانطرحت كثير أفكار لتنظيم صناعة البرمجيات. وحقيقة نحن يعني بكل صدر رحب سمعونا واستجابوا لنا، بس يعني خلينا نقول الجو العام، يعني أحيانا مثلا بنقول مثل وضع الكهرباء، طب يعني هي مشكلة، المفروض يكون في تسهيلات واجراءات. هلا نحن من الاشياء اللي طلبناها انه يكون مثلا خلينا نقول ما حنقول مدن ذكيه، يعني انه انا اقول في عندي مباني، خلينا نقول هي المباني تكون مجهزه مختصه، خلينا نقول هلا حاضنت تقانة المعلومات بتستقطب مثلا شباب وبيعملوا شركات صغيره ضمن الحاضنه. بس ليش نحن ما يكون عندنا مباني ممكن تكون تابعه للدوله او ممكن تكون قطاع خاص، ما حنقول مدينه ذكيه، لانه المدن الذكيه بدها امكانيات كبيره فيها تاجر للشباب مقرات، هي المباني تكون مجهزه بالكهرباء، تكون مجهزه بالانترنت، نعطي تراخيص لهالشباب، ممكن ياسسوا شركات صغيره عباره عن 5 أو 6 أشخاص يبلشوا بهالشركه، وهي الشركه اكيد بتكبر وبتتطور. فنحن مثلا من المقترحات اللي اقترحناها انه يكون في هيك تجهيزات، في مناطق ممكن تكون مخدمه، تشريعات بخصوص مثلا التراخيص والاشياء الناظمه، الملكيه الفكريه. يعني اليوم شاب بيطلع بفكره بده يساوي تطبيق، بده يساوي اشياء، ما في ملكيه، فالملكيه الفكريه كمان يعني الحفاظ عليها، الحفاظ عليها. يعني انا اليوم ساوي تطبيق اشتغل عليه واتعب عليه سنه او سنتين او ثلاثه، اجي لاقي مين يقلده، صحيح. او مين يطلع يسرق الفكره، صحيح تماما. فهي كمان يعني القوانين والتشريعات لازم تحمي مثلا الافكار، خاصه الافكار الحلوه والمبدعه، وفي شباب كثير مبدع. يعني في افكار ابداعيه عم تشوفها حضرتك من خلال المبرمجين الشباب الاكاديميين، يعني افكار انت انذهلت فيها؟ هلا الحقيقه في افكار كثير حلوه، وفي يعني انا بلجنه تحكيم مشاريع طلاب المعلوماتيه بالجامعه اللي بدرس فيها، هل تطبق على ممكن انه تطبق يعني على الواقع؟ بتجينا افكار، ايه يعني مثلا كان في تطبيق عاملينه شباب كثير حلو للمكفوفين. هذا التطبيق انه مثلا يعني المكفوف انه
ما بيعرف هي العملة قديش 1000 ولا 500، فعملوا تطبيق انه مثلا بيشوف له العملة بيحط يعني بيحط الكاميرا بيعطيه مثلا هي العملة. هلا طبعا هذا التطبيق موجود بس موجود مثلا بعملات غير سورية طبعاً. فانجزوا للعملات السورية مثلا نص مكتوب ممكن يصور بيقرا التطبيق مثلا، هذا من التطبيقات اللي كثير حلوة. اليوم في شباب حتى عم يسوي روبوتات صحيح. روبوت مثلا من المشاريع الحلوة اطفاء حريق، روبوت مثلا هذا من سنتين انشغل انه صحيح. اذا في متفجرات بمكان معين بيروح ممكن انه مركز الباسل يمكن عم يرعاهم كمان. والله في كثير جهات وفي مشاريع حكوميه ومشاريع من منظمات دوليه مثل مشروع تميز مثلا، في مشاريع كثير حلوه عم تنعمل وعم ترعى الشباب. والامانه يمكن بصباحنا غير زينب استضفنا كثير من الشباب السوري عندهم مشاريع مهمه وكثير عم يحاولوا يمكن هي المشاريع البرمجيه تناسب الواقع المعيشي اللي نحن عايشينه، قديش مهم فعلا دمج هي الخبرات بالواقع المعاش اليوم والاستفاده منها. لما نقول اذا فعلا تم تذليل هي العقبات اليوم من خلال طرح مشاكلكم للاستفاده اليوم من البرمجيين الشباب لدعم الاقتصاد الوطني في سوريا، كيف بتشوف الصناعه البرمجيه في سوريا في السنوات القادمه؟ والله يعني انا بتمنى يعني بال 2018 طلعت على ايطاليا كان منحه تبادل، فسألوني بتتمنى انك كنت تضل بايطاليا؟ قلت لهم لا، انا بتمنى بلدنا يصير احسن من ايطاليا. انا اؤمن بشبابنا، اؤمن بالبلد، بس يعني نحن يفترض عنا اكيد يعني انا كنت اطمح انه حتى السوق السوري بمجال البرمجيات تنافس الدول العالميه، بس اليوم في وقائع. يعني اليوم مثلا تطرح الامارات 100,000 فرصه اقامه ذهبيه للمبرمجين، طب يعني هنيك المغريات عم تكون كثير كبيره. صحيح. نحن يعني اكيد بنتمنى انه الشباب يضل هون، بس كمان بالمقابل عم تشوف هنيك المغريات اللي عم تتقدم عم تكون كثير كبيره. يعني انا بتمنى انه يكون في استثمارات على مستوى الدوله، استثمارات على مستوى المستثمرين بهذا المجال. يعني اليوم انا صحيح شاب سوري، الشاب السوري يعني شعلة وعم لك شعلة يعني بمجالنا، ولكن إذا ما في استثمار بالأول والأخير ما حي يضل بالبلد، هي الشعلة رح تضوي بمكان آخر أكيد. إيه فهي يمكن رسالة عبر شاشة الإخبارية عم توجهها لكل. هلا أنا رسالة بوجهها للشباب إنه هي يعني بلدنا، ممكن إنه نحن إذا رضينا بأقل من اللي عم المغريات اللي عم تتقدم برا البلد، معلش يعني أنا واحد من الأشخاص اللي بيسألوني أنت ليه ما سافرت لهلا؟ يا اخي هالبلد بلدي، يعني انا اليوم اذا انا طلعت مين بده يضل هالبلد؟ فنحن اليوم الرساله للشباب انه يضل، بس كمان انا ما فيني اقول له ضل انا ما فيني اقول له ضل، وانا ما عم اقدم له استثمار، ما عم اقدم له يعني خلينا نقول ربع الفرصه اللي يعني انا من الشباب كثير، يعني انه لو انا بيجيني ربع الفرصه اللي عم تجي برا البلد لضل بقلب البلد، ضل قدام اهلي، ضل قدام قدام ناسي. هي نقطة، والنقطة الثانية اللي ممكن نحكي فيها انه نحن نقدم تسهيلات للشباب. يعني اليوم الشاب عم يتخرج كمهندس معلوماتية، ممكن مثلا يكون في تسهيلات، شلون صار للمتميزين مثلا، صار مثلا ممكن انه هلا بمركز البحوث، خريج مركز البحوث بيخدم العسكرية بمركز البحوث، المتميزين ممكن يكون لهم مواقعهم، فكمان نقدم لهم تسهيلات بهالاتجاه بحيث انه نحن نحافظ على هذا الشباب، على الانتاجيه، نحافظ عليه بهذا البلد بطريقه او باخرى. مثلا لو طلب كبير بس ممكن نفتح لهم بدل داخلي مثلا، او نعمل لهم اشياء بحيث انه نحسن نحافظ عليهم بهذا البلد ويدعموا اقتصاد هذا البلد. نعم. طيب خبرنا هيك بالختام، يمكن كثير من الطلاب عم يكملوا دراسات لعده ظروف، بيكملوا دراسات ماجستير ودكتوراه، مشاريع كثير مهمه، البحوث العلميه بالجامعات السوريه يعني وينها؟ ليش ما عم نشوفها دائما على ارض الواقع، او ما عم تستثمر مثل ما قلنا، او حدا عم يتبناها ان كان خاص ولا عام، دائما هيك تذهب هباء يعني بيقولوا. هلا يعني للاسف في نسبه كبيره عم يضلوا على الرفوف بالجامعات ومكاتب الجامعات، لانه يعني كونك دكتور مهندس فبتعرف المعاناه. اكيد. هلا في حاضنه مثلا تقنيه المعلومات عم تستقطب هالشباب وتحضنهم، بس يعني نحن بحاجه لاستثمارات. يعني اليوم
اليوم وقت بيجي على الشركة بقول لها تعي نستثمر بمجال البحث العلمي، يعني شوي يعني ما كتير كشركات عم تفكر بالاستثمار بالبحث نعم. العلمي أو بمجال المشاريع. فبتخيل يعني حتى لو في دعم حكومي بهذا الاتجاه وكان في خطة لدعم البحث العلمي بحيث أنه فعلا يعني نحن سوية البحث العلمي كلها ترتفع. صحيح. بس اليوم يعني حتى الدكتور الجامعي ضمن هالظروف المعيشية الصعبة صار عم يحاول يدور على المعيشة أكثر من أني أنا أروح باتجاه البحث العلمي، أو حتى التعويضات أحيانا عم بتكون يعني عم بأنتج بحث علمي، طب التعويضات تبعه ما عم تكون على مستوى التعب اللي هو عم يتعبه لحتى وصل بالبحث العلمي. فهذا الشيء كمان ممكن يكون خف هيك نحن بنقول الشغف للبحث العلمي. صحيح. يعني الاول والاخير نحن يفترض انه نستثمر بهذا المجال. هلا صحيح البحث العلمي بجوز الفائده تبعه ما تكون مباشره، وهذا الشيء الاغلب المستثمرين بحبوا انه تكون انا حطيت مليون اخذ فورا اربح منه المشروع، فلا هي للمدى الطويل هي الاستثمار الاكبر. نتمنى فعلا يكون في بيئه حاضنه بشكل كثير كبير لصناعه البرمجيات في سوريا، لانه هي تكتسح العالم والرقم واحد لدعم اقتصاد الدول على مستوى العالم، فكيف اذا كان في صحيح. سوريا ضمن دعم الاقتصاد الوطني اليوم، واكيد في مواهب وقدرات للشباب السوري عم نضوي عليها بشكل مستمر، بنتمنى لهم اكيد التوفيق. بنتشكرك على وجودك معنا، بتمنى يا رب هيك نستضيفك لنحكي عن أول شركة هيك يكون فيها صناعة برمجية مرخصة في سوريا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودك معنا، ودائما بنقول البرمجة هي عصب الدول وتطورها، هي مقياس صارت عالمي، فإن شاء الله كمان سوريا تكون من هي الدول بهمة شبابها الأكاديميين. شكرا لوجودك. إن شاء الله. شكرا لكم.